أعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل بوغازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور يا فهد، حياك الله وساعة المباركة. اليوم راح نستكمل حديثنا عن مجلة الرياضة العربية أبريل مايو 1978. كيف فاز الزمالك ببطولة أغرب دوري هذا الموسم؟ الزمالك والأهلي. استحق الزمالك أن يقتنص من الأهلي بطولة أغرب دوري في مصر لكرة القدم هذا الموسم. الحكاية مثيرة وطويلة. لماذا أغرب دوري؟ طبعا فذلك لأنه حفل بكل ما هو ذو شجون، فمن مفاجآت كثيرة يعني إلى مشاكل، إلى تذبذب مستوى. يعني فلقد لقى الأهلي أكثر من كبوة هذا الموسم ومثل فعل الزمالك، لكن كبوة الأهلي كانت أكثر بياضا أو أكثر وضوحا. يعني فتكلمون هنا عن الأهلي والزمالك وأن الزمالك خذ هذه البطولة، وأن هذه صورة جميلة لجماهير نادي الزمالك. طبعا الأهلي تعادل مع الزمالك بدون أهداف، وطبعا الحكم ألغى هدفا فعليا تم تسجيله في مرمى الأهلي للزمالك، خرج الأهلاوية يحمدون الله على ما هداهم. لكن الأهلي عاد خسر نقطة أخرى بالمقابل وتعادله مع البلاستيك بدون أهداف، وكان الأهلي قد تعادل أيضا مع المنصورة 1-1، ثم تعادل كذلك مع إسكو ومدربه الأهلاوي. ناهيك عن نقطتين طبعا خسرهما في مبارتين آخرتين، الأولى أمام أولمبي خسر 2-1، والثاني أمام اتحاد اسكندري المشهورة بإثارة لوجاع للزمالك، وكانت نتيجة الهزيمة 1-0. ضيع 6 نقاط ثمينة لحصيلة طبيعية لثلاث هزائم. أما حصيلة التعادل فهي 5 تعادلات، أفقدت الزمالك 5 نقاط أخرى. وهكذا تعادل الزمالك مع الأهلي حتى في عدد النقاط اللي خسرها، وعلى الفارق الوحيد بينهم أن 2 نقط من النقاط التي خسرها الزمالك اقتنصها الأهلي من مبارياتهما معا في الدوري. الأهلي بطل الدوري والكأس في السعودية. إيه الأهلي السعودي. نعم الأهلي طبعا الجدة، أهلي جدة حصل على الدوري والكأس. طبعا كانوا من بين هذه الأندية نادي اتفاق الصاعد إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في مطلع هذا الموسم. تفوق الأهلي بنقطة واحدة في مجموع النقاط على نادي النصر من الرياض. أما الاتفاق من الدمام فاحتل المركز الثالث. شوف أول مرة يشارك. صحيح المركز الثالث. حصل على المركز الثالث، وكانت نهاية المطاف تعادل الأهلي مع الهلال بدون أهداف. وفوز النصر على الشباب بهدفين نظيفين. يعتبر دوري هذا الموسم في السعودية أضخم مسابقة كروية حيشارك فيه 10 أندية. استمرت مبارياتها 18 أسبوعا حافلا بالمفاجآت، والترتيب كالتالي: الأهلي النقاط 29، النصر 28، الاتفاق 21، الاتحاد 19، القادسية 18، الهلال 17، النهضة 17، العصرة 16، الشباب 8 نقاط، تذيل الترتيب أحد ب7 نقاط. كذلك تمكن أهلي جدة بالفوز بكأس الملك خالد. تمكن فريق أهلي جدة من الفوز بكأس جلالة الملك خالد ابن عبد العزيز آهل المملكة العربية السعودية لكرة القدم، بعد تغلبه بمباراة نهائية على فريق الرياض بهدف 1 للا شيء، أحرزه في الشوط الثاني اللاعب عماد خوجلي من كرة حرة غير مباشرة بعد 25 دقيقة رفعها لأحمد الصغير. شلونك نطلع فاصل؟ قيمة المباراة باستاد رعاية الشباب بالملز بالرياض. أعزائي المشاهدين خلوكم معنا لا تبعدون، فاصل قصير وراجعين لكم.
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملة بقية حلقتنا، وإحنا في البارت الأول كنا ولا زلنا مع مجلة الرياضة العربية في أبريل 1978. نعم، طبعا النصر يفوز بدوري الإمارات، نادي النصر لدبي. إيه، فاز نادي النصر بدبي بطولة دوري كرة القدم في الإمارات العربية المتحدة هذا الموسم، بعد أن اختتم بفائد مبارياته بفوز أحرزه بصعوبة على نادي الرمس نتيجة 1-0، سجل اللاعب كسلة في الشوط الثاني، بذلك أنهى النصر الدوري برصيد 42 نقطة وبغى الرمس في الدوري العام القادم بعد أن كان مهددا بالهبوط. كسلة محمد علي أعتقد اللي يسمونه كوجك. نعم، اسمه كسلة أيضا أعتقد إذا ما خانتني الذاكرة كان يسمونه، ويلعب نادي النصر. نعم، من جهة أخرى أكد فريق العين استحقاقه لاحتلال المركز الثاني في قائمة الدوري لموسم 77-78 بعد أن تغلب على فريق رأس الخيمة 2-1 في ختام مباراة الدوري متحصلا على 34 نقطة. كانت نتيجة الشوط الأول 1-0 لصالح العين، سجلها محي الدين هبيطة الذي سجل هدفا آخر، وأضاف علي سعيد هدف ثالث، بينما سجل رأس الخيمة بلال سالم. يعني هذا تكلمون طبعا هني أبطال الدوري يحملون درع البطولة. ما تكلم عن الدوري الكويتي؟ النصر بلى، إحنا ماشيين إن شاء الله. القادسية ينتزع بطولة دوري الكويت في ختام الموسم. ظل نادي كابا متصدرا لقائمة دوري الكويت معظم أصابيع الدوري. صحيح. وحتى أسبوع الأخير، لكن القادسية استطاع أن يحسم الموقف لصالحه في مباراة الختام وينتزع الدرع من كابا. فقد اختتم القادسية مباراته هذا الموسم بفوز على السالمية 2-0. وساعد هذا الفوز على التفوق بفارق نقطة على كاظمة، إذ أصبح القادسية 21 نقطة من 14 مباراة، بينما حصل كاظمة على 20 نقطة من 14 مباراة كذلك. مباراة قيمة على نادي السالمية، وفاز القادسية 2-0 سعود أبو حمد وعبد الله نواف. نعم، الشيخ عبد الله نواف. وهكذا طبعا اتسمت مباراة دوري الكويت لكرة القدم هذا الموسم يعني بإثارة جديدة، شددت اهتمامات عشاق الكرة الكويتية حتى آخر لحظة. جاء الكويت في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، والعربي الرابع بفارق نقطة واحدة أقل من الكويت، يعني 17 نقطة. ثلاث سالمية ثم اليرموك والشباب وأخيرا الصبيخات. من نتائج أسبوع الختام للدوري فوز الكويت على العربي 2-1، وقد حسم هذا الفوز الموقف بين الناديين، إذا احتل الكويت المركز الثالث بفارق نقطة على العربي، بينما فاز كاظم على الشباب 2-1 صار في المركز الثاني كما يعني. أما بالنسبة لدوري الدرجة الثانية فقد تحقق أمل نادي النصر في الصعود لدوري الدرجة الأولى بعد دورة ثلاثية. نعم، صارت مع التضامن وخيطان. ترتيب النهائي، القادسية لعب 14 طبعا 21، كاظم 20، الكويت 18، عربي 17. طبعا فريق القادسية توج كفاحة في دوري طبعا هذا صورة الفريق نادي القادسية. وهني خبر، سجل لاعب القادسية سعود أبو حمد 10 أهداف، وهداف الدوري سعود أبو حمد هداف الدوري بعشر أهداف، واستحق بذلك أن يتحصل على لقب هداف الدوري دوري الكويت لموسم 77-78. نادي الكويت يفوز بكأس أمير دولة الكويت. صحيح، فاز فريق نادي الكويت 4-1 بكأس أمير دولة الكويت لكرة القدم بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق السالمية بأربعة أهداف. صنع تجوري وفازي، هو فاز على السالمية 4-1 أو 4-0. 4-1 زين، لأن هنيك أنت صححت لأن كاتبين 4-0، مو مشكلة. نعم، تجوري صورة نادي الكويت بطل كأس الأمير لموسم طبعا في عام 1978. طبعا صورة جميلة لفريق نادي الكويت، فوزه في بطولة كأس الأمير في سنة 78، هني امتلك الكأس بعد فوزه 77 و76. أعزائي المشاهدين، وصلنا نهاية حلقتنا. لا يسعني في نهاية الحلقة إلا أني أشكركم على المتابعة، وأشكر زميلي فهد عبد الجليل. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.